بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني متابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على لايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. شوفوا متابعيني متابعاتي، جيت على البيت لقيت شنايني وردة جوري وأم أماني حبيبات قلب الغاليات جاي يسوون كبة مال التمن، فركض جبت الكاميرا وصورتهن اثنيناتهن متقابلات وجاي يلفن للعشاء كبة. شوفوا المتابعين متابعاتي، أم أماني حبيبة قلبي تسويها مدورة، ووردة جوري تسويها على شكل مطاولة الكبايات. شوفوا متابعين متابعاتي، يعني ما لحقت بالحشوة من مسوياتها، ما كانت بالبيت بس لقيتني يلفن، وقبل صورت لكم التصوير هذا مال الكبة. غالياتي اليوم أني جبت لكم فرصة عمل للنساء فقط على الموبايل، وانتي قاعدة بالبيت لا تروحين ولا تجين وتحققين يعني راتب شهري إن شاء الله من تدخلين ويانا بالشركة، تستمرين يعني ويانا ويجيش راتب شهري إن شاء الله حسب شغلك اللي تشتغلينه، وحتى تقدرين تطورين من نفسك، تساعدين زوجك، تساعدين بناتك، تساعدين أولادك بهذه فرصة العمل، حيل تفيدك. وإذا يعجبكم أنا راح أنزلكم الرابط بأول تعليق مثبت، أخليه يومين يعني أنزل اليوم وأخلي باكر بعد باكر أشيل الرابط أرفعه، لأن أنتو هواية يعني تجيني تعليقات وعلى الأنستا حيل حيل تجيني رسائل بأنه يريدون مني رابط فرصة العمل. عاداني قلت خلي أرجع أعيد لكم إياه هالأسبوع حتى كلكم تجون، اللي تحب تجي وتشتغل ويانا أقولها أهلا وسهلا ادخلي ويانا، عجبك الشغل اهلا وسهلا، ما عجبك الشغل تقدرين تغادرين حبيبتي، واني موجودة بالجروب، راح اخلي الواتساب مالتي واسوي جروبي بالواتساب مالتي، وكلكم اذا تحبون تجون الف هلا بيكم، اخليكم بنص عيني وعلى راسي حبايب قلبي. هسه نرجع على شغلنا او على عشانة. اني قمت اسوي زلاطة، ام اماني شنتي بدات تقلي وباقي الكبة ام يونس عاد بدات يعني تكملها، قالت لها شيلي هاي الصينية روحي انتي يعني قلي شو اسمه الكبة، واني ما بقى يعني تقريبا 5 كبايات او 10 كبايات بقت أني أكملهن وأجيب لك إياهن، حتى يعني على مد ما بقى للوقت لأن العشاء تعرفون ومقليات شوية تأخر. قامن عادين اثنيناتن، واحدة تلف كبة واحدة تقلي، وأني أسوي الزلاطة والخضرة مثل ما تشوفون، جاي أني أسوي الزلاطة والخضرة، نقيتها كلها وغسلتها وخليتها بهذا المصفي، هاي الخضروات أغسلها بالملح والخل. هنا عادينا جبت البصل وهذا السماق الأحمر مثل ما تشوفون، أنا يعجبني أخلي ويا البصل يعني السماق حلو، يعني شنو شوية واحد يغير بالزلاطة يعني من الروتين هذا شوية واحد لازم يغير. جبت البصل بعد ما على شكل حلقات، جبت هذا شو اسمه السماق الأحمر وبديت أمرد الثوم بالسماق حتى يذبل يعني وياخذ طعم السماق الحامض. شوفوا متابعين متابعاتي حبايب قلبي، هنا عاد بديت أحضر أني الزلاطة، شوفوا شلون يعني جاي أسوي فيكات بالزلاطة. قلت أسويها مثل شغلة المطاعم، أصفط الخيار والطماطة
مثل ما تشوفون، بس متابعاتي يعني الطماطم ما أعرف ليش أشوفينها حمرة، من تكسرينها بالسكينة داخلها أبيض، ما أعرف يعني الطماطم ليش يعني أكثر الطماطم هي صايرة. بس أنا أعرف أنقي يعني، بس إلا تقع بيدي مثلا وحدة هيجي أو اثنين يقعن بيدي يعني بطنها بيضة. الطماطم شوفينها حمرة بس بطنها بيضة. شوفوا متابعاتي ومتابعيني، طبعا تقولون انت ذاك اليوم واحدة من المتابعات بالتعليقات تقول اسمع شخير احد نايم يمك، اكيد نايمين يمي احفادي، اماني مش ينامون يمي، فعادي نايمين واني ما صدق ينامون حتى اخذ راحتي واقوم اسجل هذا التصوير بصوتي، لان ما دام هم يعني صاحين ويلعبون ما اقدر يعني اسجل صوتهم يطلع وعياطهم ضحكهم بكيهم، فعاد اوخر يعني بصفحة ما يفيد، اروح اقعد بذيك الغرفة ما يفيد، عاد انتظرهم حتى ينامون واخذ راحتي بالتسجيل. تصدقون هسه ساعة ثنتين الا ثلث هم هسه ناموا احفادي، وبديت اني اشتغل وياهن، قصدي اشتغل وياهن قصدي اصور لكم وقصدي اسجل لكم. تعرفين ساعة قاعد خالدشن حبيباتي اسجل لكم هذا الفيديو. شوفوا هذا جود حبيب قلبي يا حفيدي الصغير شلون جاء عاد يلعب طوبة ما شاء الله يا ربي، بلش يطلع لاعب من يكبر يصير مثل لاعب منطقتنا كابتن يونس محمود السفاح ابن منطقتنا، بلش يطلع عينه انه ويصير لاعب هم مثله، كل شيء يصير الله كريم. متابعيني ومتابعاتي شكرا جزيلا للاشتراكات الجديدة، اقول الف هلا بيكم، نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلبي الغاليات. طبعا هذه اماني جاي تريد تنام بس التثاوب، كل الهلا بيكم في تعليقاتكم الحلوة، شكرا جزيلا لكم على هالتعليقات الحلوة حبيبات قلبي الغاليات، شكرا جزيلا لكم. شوفوا هذا جود حبيبي شلون يلعب لكم، واني والله حبيت اصور لكم اياه ما اعرف ليش. اي وهذا كان عشانه احنا وبيت ابني ابو يونس، والله العظيم كان شقد طيب، تمنيتكم ويانا والله وسهمكم الف عافية. أشوفكم في فيديو جديد آخر متابعيني متابعاتي، وأقول لكم مع ألف سلامة.